بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أرحب بسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإشرافه على هذا الحدث التاريخي والاستثنائي، وهو إطلاق أول قمر صناعي تونسي تحدي واحد تزامناً مع الذكرى 65 للاستقلال. هذا الإنجاز هو هدية للشعب التونسي، وهو أيضاً لمسة وفاء لجيل الاستقلال الذي استثمر في العلم والمعرفة، ونحن اليوم نجني ثمار الخيار هذا الخيار التقدمي. هذا الإنجاز هو كذلك رسالة أمل لكل الشباب التونسي ليؤمن بقدراته وللتحدي. هذا المشروع تم إنجازه من طرف مهندسي مجمع تلنات، وهي شركة خاصة تونسية في الصميم وقصة نجاح تونسية. قمنا بتأطير فريق المهندسين الشبان وقدمنا لهم السند، وهم أبدعوا في تصميم وصناعة أول قمر صناعي تونسي 100%، وتحدوا كل الصعاب وأثبتوا بذلك قيمة الكفاءات التونسية لما نعطيها الفرصة، ونتوجه لهم بالشكر. نفذنا هذا المشروع بإمكانياتنا الذاتية، واعتمدنا على أنفسنا خدمة لهذا الوطن العزيز. إنه يوم تاريخي وخطوة أولى نحو الفضاء، ستتلوها خطوات أخرى بفضل تضافر الجهود بين الدولة وجميع المؤسسات. نحن نطمح لتكون تونس قطبا لتكنولوجيا الفضاء في إفريقيا، ونصب للشراكة مع الدول الإفريقية والعربية لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد لخدمة أنترنت الأشياء. ولتكوين الشباب في تكنولوجيا الفضاء، سنساهم مع الدولة في تركيز مدرسة مختصة في علوم الفضاء واختصاصات الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. كما عبرتم سيادة الرئيس خلال زيارتكم الأخيرة لتلنات عن أملكم أن يتم إرسال رائد فضاء تونسي، فإننا طرحنا الفكرة على السلطات ووكالة الفضاء الروسية بأن تكون رائدة فضاء تونسية أول امرأة عربية وأفريقية تغزو الفضاء نحو المحطة العالمية ISS. وقد لقينا تجاوبا لهذا المشروع، وسنسعى لإنجازه في أقرب الأوقات. نقول في الأخير، بفضل القمر الصناعي انتصرنا على العقد، وفتحنا بذلك للأجيال القادمة باب التألق في أرفع مدانين التكنولوجيا، مما يجعلهم يؤمنون بقدرات الوطن ويشعرون بالفخر والعزة للانتماء لهذا البلد. نقول للجيل الصاعد، لقد مهدنا لكم الطريق، وعليكم الصعود والارتقاء بوطننا لأعلى المراتب بين الدول. ولكم التفضل بكلمتكم سيادة الرئيس.